أعربت مصر عن تعازيها في ضحايا حادث سقوط طائرة ركاب أوكرانية في إيران. هذا وذكر تقرير مبدئي أصدره المحققون أن النيران اشتعلت بالطائرة قبل الحادث بقليل. المزيد في هذا التقرير. حالة من الغموض بشأن أسباب سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران بعد حذف سفارة كييف بطهران إشارة أولية إلى أن السبب وراء الحادث كان عطلا في المحرك. بيان السفارة الأوكرانية الأحدث أكد أن الأسباب لم تعرف بعد، وأن أي تعليقات صدرت من قبل جاءت من جهات غير رسمية، كما حذرت الحكومة الأوكرانية من التكهنات بشأن أسباب الحادث. الغموض بشأن أسباب سقوط الطائرة زاده قرار السلطات الإيرانية عدم تسليم الصندوقين الأسودين إلى الشركة المصنعة وهي بوينغ الأمريكية لمعرفة سبب تحطم الطائرة. قرار إيران بالاحتفاظ بالصندوقين الأسودين زاد من الغموض بشأن حادثة الطائرة، خاصة بعد إعلان أوكرانيا السابق بأن الطائرة المنكوبة جديدة وقد تم فحصها من يومين. كانت الطائرة قد تحطمت بالقرب من مطار الخميني بعد دقائق من إطلاعها، واشتعلت فيها النيران بعد ساعات من القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدة عين الأسد الجوية التي تقع في محافظة الأنبار غربي العراق. وبسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران سادت مخاوف بأن الأخيرة ربما أسقطت الطائرة عن طريق إطلاق صاروخ بالخطأ أدى إلى تحطم الطائرة خلال الضربة التي استهدفت قواعد أمريكية.